السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة ديال التعديل على المعلومات اللي كنا دخلناها مسبقا في مواقع ديال التكوين المهني. مثلا تذكرنا شي معلومات دخلناهم غلط، ولا أننا بغينا كاع نغيرو الشعب اللي كنا اختارينا في المرة الأولى. أولا كندخلو نفس الموقع اللي دخلنا ليه في المرة الأولى فاش درنا التسجيل، كنديرو سوكونيكتي، وهنا كنخدمو ليدونتيفيو المود باس اللي كانوا عطاونا في المرة الأولى، يعني اللوغين والمود باس اللي كنا خديناهم المره الاولى فاش يلا درنا عمليه التسجيل، واللي غتلقاهم في الفيش ديال الانسكريبسيون ولا ديال البري انسكريبسيون اللي كنتو تيليشارجيتو المره الاولى. واللي غيكون لوغين هو النمبر ديال لاكارت ناسيونال، ليدونتيفيو عفوا، اي لو مود باس غيكون عندنا حتى هو في الفيش ديال البري انسكريبسيون. كوبي كولي اي كونيكتي. هنا غتخرج لنا هاد النافذة هادي باش ندير نقوم بعملية ديال التعديل على المعلومات. غنشوفو البورتي كونديدون دوسي ناسيونال، وهنا غنكون بزاف المعلومات منها اللوغين والمود باس. مثلا في حالات بغينا نبدلو اللوغين والمود باس، غير هو اللوغين ما غاديش نقدر نبدلو، غادي نبدلو غير لو مود باس. مي دوسي ناسيونو احنا اللي كيهمنا هما ميز انفورماسيون بيرسونيل. هنا الا بغينا نقوم بعمليه التعديل، هنا يخرجوا لنا كاع المعلومات اللي كنا دخلناهم في المره الاولى. الا بغينا نديروا عمليه تعديل على هذه المعلومات هذو يكفي نديروا موديفي، ويخرج لنا هنا جميع المعلومات اللي كنا دخلنا واللي يمكن نبدلوه. نبدلو اي حاجه بغينا نبدلو هنا، ماشي مشكل. مثلا بغينا نزيدو الايميل ولا باغ اكزومبل ايميل اروباس جيميل دوت كوم، نديرو انغوجيستري. هنا نكونو انغوجيستري، هنا موديفيكاسيون ديال لي بكالوريا اللي كنا درنا وتيب بكالوريا اكسيتيرا. هنا تانا نقدرو نبدلو اللي بغينا، هادي لي زانفورماسيون بيرسونيل. هنا شفنا عملية تعديل على هاد المعلومات. إلا بغينا نأمبريميو دابا من جديد هاد الفيش دو بخي انسكريبسيون، يكفي اننا ميز انفورماسيون بيرسونيل الى درنا انغوجيستري، مشينا ل خليكم مي دوسي ناسيون. هنا غادي نلقاو داكشي كامل اللي كنا ميز انفورماسيون اللي عندناهم. هنا نقدروا نديرو عاوتاني موديفي هنا، ماشي مشكل، وعاود رجعنا هنا لي شوا. هما نشوفو هنا لي شوا اللي بغينا نبدلوهم، وحتى نيفو دو فورماسيون اللي عندنا نقدر نبدلو اي حاجه. هادو هما لي شوا، الا بغينا نبدلو فيهم عاوتاني من جديد ماشي مشكل. اي اونغوجيستري لي موديفيكاسيون، الا بغينا نامبريميو من جديد هاديك لاتيساسيون دو بري انسكريبسيون يكفي نديرو امبريمي، ويدينا مره اخرى عاوتاني باش نتيليشارجيو هاد لوفيش دو بري انسكريبسيون. يكفي اننا نديرو اوكي، وغادي نلقاو الفيش دو بري انسكريبسيون هنايا، وفيه كاع لي زانفورماسيون ديالنا. شكرا على المتابعة وبالتوفيق ان شاء الله.